أقامت كلية التربية في جامعة دمشق بالتعاون مع مركز القياس والتقويم التربوي وبالتعاون مع الجمعية العلمية لكليات التربية في الجامعات العربية وبمشاركة اليونسكو، أقامت المؤتمر الدولي الأول للقياس والتقويم في المؤسسات التعليمية تحت شعار بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، وذلك في المسرح الكبير لكلية التربية. جامعة دمشق تسعى وعلى طول العام للانطلاق بكافة المؤتمرات العلمية في مختلف الكليات وفي مختلف الاختصاصات. اليوم هو القياس والتقويم، مؤتمر القياس والتقويم بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، هذا المؤتمر الهام الذي تقومه كلية التربية في جامعة دمشق، وذلك بالتعاون مع اليونسكو، مع وزارة التربية ومع اتحاد الكليات التربية بالجامعات العربية. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق لما له من أهمية كبرى في تطوير مدخلات ومخرجات التعليم، سعيا لتطوير نظم وجودة التعليم، وذلك في مختلف الجامعات والقطاعات في سوريا. بدأنا عملية تشاركية مع كلية التربية في جامعة دمشق، وأيضا أنا عضوية تدريسي ورئيس قسم القياس والتقويم في الجامعة، فلذلك هذا التشبيك بين الجامعة ومركز القياس والتقويم ووزارة التربية بصورة عامة يعطي دفع إلى العملية التعليمية بمختلف مستوياتها، سواء كان على مستوى الدراسات الدنيا أم على مستوى الدراسات العليا. وتم خلال المؤتمر تكريم العديد من الخبراء والمختصين المشاركين من ذوي الريادة على المستوى المحلي والإقليمي وتقديم دروع تذكارية لهم. تحت الشعار بالقياس والتقويم يرتقي التعليم، ومن مبدأ أنه ما يمكن قياسه يمكن التحكم فيه وتطويره وإدارته، وبالتالي جاء هذا الموضوع الهام للبحث في مؤتمرنا اليوم، بتناول عدد من المحاور، في منها ما يتعلق بموضوع الإدارة التربوية، كذلك في منها ما يتعلق بالإدارة الصفية للوصول نحو جودة التعليم بشكل عام. هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات، لأنه القياس والتقويم هن الطريق الوحيد لبناء إنسان، لمعرفة الأخطاء اللي بمر فيها الإنسان، بعدين لحتى نقوم هذا الاعوجاج ونصنع منه إنسان. لأنه كل العلوم باللغات أو بالرياضيات أو بالفيزياء أو بالكيمياء أو بعلوم الحياة، إن لم تؤدي إلى بناء إنسان فلا معنى لها. يستعرض المشاركون في المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين عددا من الدراسات والأبحاث التي تتناول محاور مختلفة تهتم بالقياس والتقويم، لما للتقويم من أهمية في تطوير العملية التعليمية في المؤسسات التي تعنى بالتعليم على اختلاف مستوياتها.